فير بلاي. نحكي على مقابلة المنتخب التونسي والمنتخب الليبي، أول مقابلة في ليبيا بعد الفترة اللي كانت عادة بها ليبيا الشقيقة، باش يكون فيها موجود المنتخب التونسي. باش ناخذ أكثر تفاصيل على الاستعداد للمقابلة هذه، وباش نحكيو أكثر أيضا على المنتخب الليبي كيفاش استعدادوا للمقابلة مع زميلنا الإعلامي مراد تخيل، باش نحكيو معاه على المقابلة هذه. لكن قبل هذا هات نذكركم نتائج النجم الساحلي المتقدم على السيابي 1-0 هدف اللاعب طيب مزيان، وكذلك في المقابلة الثانية التعادل السلبي دون أهداف بين النادي الصفاقسي والاتحاد الرياضي المنستيري. معنا بالهاتف زميلنا الإعلامي مراد تخيل، صحفي رياضي بقناة الوسط الليبية وكذلك موقع بي بي سي سبور. مراد أهلا بك. أهلا بك سلام، تحية لك ولكل مستمعي راديو إكسبريس، وإن شاء الله تكون إطلالة مميزة اليوم. أكيد خويا، كيف الحال؟ والله لا بأس الحمد لله بخير أكيد، وشن جوكم أنتم؟ الحمد لله. باهي مراد، خلينا نعرف آخر استعدادات أشقائنا الليبيين المقابلة حدث نتصور اليوم في ليبيا بحلول المنتخب التونسي. منذ سنوات تقريبا ما فماش مقابلات دولية في ليبيا، أول مقابلة، كيفاش الاستعداد لها؟ كيفاش الحدث عايشوه إخواننا الليبيين؟ والله شوف، هي كانت طبعا الحدث تاريخي بكل تأكيد، وكانت ربما نبأ صار لكل الليبيين بأنهم يحتضنوا مباريات المنتخب الليبي على أرضية ملاعبنا بعد أكثر من 7 سنوات غابت فيها أكيد منتخبات الأندية الليبية، وعانت فيها يعني الأمرين بالتنقل واللعب خارج الديار وحتى بدون الجماهير. رغم هذا يعني الجماهير الليبية كانت دائما ما تكون حاضرة في تونس وكذلك حتى في مصر. فاليوم يعني حدث هام وتاريخي بكل تأكيد، وخير خير رد اعتبار أكيد ورد جميل لتونس ولشعب تونس على احتضانها للمنتخبات وللأندية الليبية، هو أن احنا نلعب المنتخب التونسي في هذه الفرصة التاريخية أكيد، وهذا حدث تاريخي. اليوم كل الليبيين يستعدوا لهذا الحدث ولتنظيم هذه المباراة. زي ما تعرف أن وفد الكاف اللي زار ليبيا قبل تقريبا شهر او اقل زار ليبيا واعطيها يعني الموافقه باللعب على الملاعب الليبيه، طلب شويه مواصفات يعني في بعض الملاعب ما كانتش متوفره، وتوفرت في ملعب شهداء بنينة بمدينه بنغازي. تكاملت الاستعدادات بكل تاكيد، وكل الجهود من الاتحاد الليبي لكره القدم، من وزاره الشباب والرياضه، وايضا حتى عمداء البلديات والدوله الليبيه، رغم زي ما نعرف ان في الآونة الأخيرة يعني كان النبأ سار أيضا حتى الليبيين على المستوى السياسي، فهناك يعني حكومة واحدة وطنية، هناك ربما انفراجات سياسية مهمة، وهي اللي أثرت أكيد، وهي اللي كانت يعني حتى صادف زيارة وفد الكاف يعني إلى ليبيا، صادف أن التقاه بشكل مفاجئ مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة، واللي هو أعطى تطمينات وأعطى أيضا حتى ضمانات للاتحاد الأفريقي ولوفد الكاف بأن كل مطالبهم وكل شروطهم وأيضا حتى في الجوانب الأمنية أن الأمور تسير على ما يرام، وأن احنا يعني آن الأوان بأن نلعب على ملاعبنا وأن منتخباتنا وأنديتنا تلعب. ولقاء القمة وديربي الجوار أكيد بين ليبيا وتونس هو الافتتاح بالنسبة لملاعب ليبيا، اللي زي ما قلت لك كانت طيلة 7 سنوات أو أكثر لا تحتضن سوى المباريات المحلية وبعض المباريات اللي نظمتها أندية زي الأهلي طرابلس اللي لاعب بعض الفرق الإفريقية، وكذلك الهلال هو الآخر، واللي هي كانت ربما بوادر ومبادرات ورسائل تبعث من قبل هذه الأندية بأن ملعبنا لابد أن تحتضن مباريات قارية، وإن شاء الله قريبا تكون دولية إن شاء الله دون جمهور. المقابلة أكيد بدون جمهور، طبعا زي ما تعرف أن الاتحاد الأفريقي الدواعي الصحية معنا لأمور صحية منع يعني دواج حضور الجمهور، وفي بعض الدول يعني يسمح بمطالبات أو بضمانات صحية أنه يكون فيها العدد محدود، لكن احنا اليوم حتى بدون جمهور تكون هي بادرة وخطوة أولى يعني نحو اللعب على ملعبنا بإذن الله، وإن شاء الله تتواصل أكيد في قادم المواعيد، وإن شاء الله تكون الأندية في
في ملاعبنا اكيد وبحضور جمهورنا. نستغل الفرصه مراد، طمنا على الاوضاع الامنيه في ليبيا، استقرت الاوضاع؟ والله الحمد لله، يعني وفد الكاف اللي جاي لليبيا زار ربما طرابلس وزار بنغازي في كل الاوقات، زارها في اوقات النهار وزارها في ساعات الليل المتاخره، وكانت زيارات مفاجئه زي ما تعرف. وايضا وفد الكاف ضم السيد محمود الهمام اللي هو الامين العام للاتحاد شمال افريقيا وشخصيه يعني رياضيه من تونس، وكان متواجد يعني في ليبيا في طرابلس وفي بنغازي، بالاضافه لبعض الشخصيات الاخرى اللي تتعلق بلجان الامن والسلامه، وايضا جوانب المواصفات والمعايير اللي يطالبها الكاف. فالحمد لله يعني اليوم ليبيا تشهد حاله استقرار يعني الحمد لله، ربما مطمئنه بدرجه كبيره وبشكل كبير، وحتى السفارات وكذلك القنصليات في الاوروبيه اللي كانت غايبه عن ليبيا بدات تعود تدريجيا، من بينها يعني السفاره الفرنسيه اللي راح تفتح ابوابها في الاسبوع القادم اكيد من ليبيا بعد سنوات طويلة وعدم تواجدها في ليبيا سواء هي ولا بقية السفارات الأوروبية. فأعتقد بأن هذه المؤشرات هي إيجابية بشكل كبير إسلام، أكيد. والحمد لله يعني كل الأمور بإذن الله مطمئنة، واليوم وفد بعثة المنتخب التونسي وأيضا وفد الاتحاد التونسي لكرة القدم زار ليبيا أو ذهب إلى ليبيا بوفد كبير، حاولوا تقريبا أكثر من 60 شخص يعني بين لاعبين وأيضا شخصيات رياضية من بينهم شكري الوعر وغيره كانوا حاضرين اليوم في ملعب أو في مدينة بنغازي، وحيخوضوا حصة تدريبية هي الأولى والأخيرة أكيد اليوم في توقيت المباراة على ملعب شهداء بنينة. وكان في استقبالهم يعني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم وعدد من الشخصيات الرياضية في ليبيا وأيضا حتى الجهات اللي تمثل الدولة الليبية. فأعتقد أن المباراة حتكون عرس كروي بعيدا عن النتيجة، والليبيين فقط ربما كل التركيز أن ننجح في تنظيم هذه المباراة وأن احنا نسير بهذه المباراة إلى بر الأمان، ومن بعد يعني نفكروا في النتيجة. وأعتقد أن هي حتكون بين أقدام اللاعبين، لكن احنا لدينا مباراتين هامتين، الأولى نلاقي أو نلاعب فيها أنفسنا تنظيميا وبروتوكوليا، والأخرى أكيد حتكون أمام المنتخب التونسي فنيا، وإن شاء الله نفوز بالمبارتين هذه. وهذا سؤالي القادم مراد، فنيا كيف هي استعدادات المنتخب الليبي للمقابلة؟ نعرف المنتخب الليبي في حاجة ماسة لنقاط المقابلة أكثر حتى من المنتخب التونسي لضمان تأهله. المنتخب الليبي عنده ملاعبية كبار خاصة متألقين في البطولة التونسية كما سولا اللي هو تقريبا أفضل لاعب في السياسات، وإلى الهوني اللي هو أفضل لاعب في ترجي، زوج فرق كبار في تونس، لكن ديما المنتخب الليبي ما عاش مشاكل دفاعية وإلا انضباط تكتيكي، علاش يلقى صعوبات كبيرة رغم أنه اللاعب الليبي فني بامتياز معناه؟ والله شوف إسلام، المنتخب الليبي يعاني من مشاكل فنية وعدم استقرار فني، يعني لو تكلمنا على آخر السنوات يعني أكثر من 5 أو 6 مدربين دربوا المنتخب الليبي، يعني لو تكلمنا على مباراة الذهاب اللي كان فيها المنتخب الليبي يلعب تونس، فوزي البنزرتي المباراة الأولى لفوزي البنزرتي، بعدها استمر لمباراة ثانية، بعد ذلك يعني جاء مدرب آخر، وهكذا يعني عدم الاستقرار الفني هو السبب الرئيسي بالنسبة للمشاكل اللي يعاني منها المنتخب الليبي. لكن الآن المدرب المونتينيغري زوران فيليبو فيتش حاول الاتحاد الليبي أو يسعى الاتحاد الليبي بأنه هو يستقر ويستمر مع هذا المدرب، حيث أن احنا ننتظر منه نتائج في المستقبل القريب. نملك لاعبين كثر إسلام بإمكانهم تقديم الإضافة، تكلمت أنت عن اللاعبين اللي ينشطوا في الدوري التونسي، مؤيد اللافي أيضا، أيضا مؤيد اللافي في الوداد البيضاوي، سند الورفلي في الرجاء، عندنا أيضا لاعبين في مصر، عندنا معتصم المصراتي، يعني معتصم المصراتي الآن أصبح على مفارقة في اللاعبين وفي الملاعب في البرتغال البرتغالية، واسم ربما ينتظر بأنه يكون في فرق كبرى في المستقبل القريب إن شاء الله. بس في مفاجأة وهي اعتزال اللاعب أحمد بن علي اللي يلعب في كروتوني الإيطالي، اعتزال دولي قبل المباراة ربما بأيام معدودة، فاجأ أحمد بن علي الجماهير الليبية وأيضا الاتحاد الليبي لكرة القدم بتقديم اعتذار رسمي عن مواصلة المشوار مع المنتخب الليبي لأسباب تتعلق بالإصابات وغيرها. لكن مع هذا، مع عودة الدوري ونشاط اللاعبين محليا، مع وجود عدة أسماء تتألق مع فرقها عربيا وأوروبيا، زي ما قلت لك إسلام بإمكاننا أن احنا نقدم مباراة كبيرة. ودائما ليبيا
وتونس اسلام مباريات يعني لها طابع خاص، حتى ولو غابت ربما النسق الفني لكن تبقى الإثارة والتشويق، وأيضا حتى الجرينتا وخلينا نقوله مباراة ديربي دائما تخرج حتى عن كل الحسابات الفنية. فتاريخيا ليبيا وتونس أكيد مباريات قمة ومباريات كبيرة مهما كانت الظروف، سواء للمنتخب التونسي والمنتخب الليبي دائما منتظر هذه المباراة بشكل كبير وكبير جدا. صحيح، ان شاء الله يعطيك الصحه، شكرا لك مراد على تدخلك معنا، بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب الليبي، ان شاء الله نشوفوه مع المنتخب التونسي ايضا في بطوله افريقيا. شكرا لك مراد. اكيد ولكل الشعب التونسي ولاخوتنا في الجامعه التونسيه لكره القدم والزملاء الصحفيين، وان شاء الله نلتقي في قادم ان شاء الله. تحياتي ان شاء الله. فاصل، موسيقى تمام، مكملين في البلاي بعد شوي.